من الاسئله كتير جدا اللي بتجي لي القناه يقول لك ايه، انا عندي قلايه هوائيه جايه من السعوديه مثلا، تنفع تشتغل في مصر هنا هندسه ولا لا؟ دي الحكايه. وكان دايما الجواب الابدي بتاعي ان القلايه الكهربائيه ديت او القلايه الهوائيه ديت لو فيها محرك كهربي فهتشتغل شويه في مصر، وبعد كده المحرك ده هيبوظ. اي حاجه لها محرك يا جماعه بتتاثر بالتردد. تعال بقى نشوف ايه تاثيرات تغيير التردد على المحركات. محرك هيشتغل بس هيسخن، وعملنا فيديو قبل كده ان احنا نجيب محول تردد يمكن من خلاله ان احنا نحصل على التردد المناسب للدوره بتاعتنا من 60 هرتز ل 50 هرتز. فلو عندنا محرك مثلا بيعمل بجهد 220 و60 هرتز وعايزين نشغله على 50 هرتز مع نفس قيمه الجهد ال 220، فالجهد مهم بالنسبه لي. اللي هيحصل كالاتي: انخفاض سرعه المحرك بنسبه 20%، قدره المحرك كمان هتقل بنسبه 20%، بمعنى ان المحرك اللي قدرته 4 حصان هيبقى 3 حصان، وكمان هيزيد شده التيار المسحوب وبالتالي المحرك بتاعي هيسخن. دي الحكايه. فكل الفيصل بتاعي ان المعدات او الادوات او المهمات اللي بتعتمد على ان هي تبقى تسخين بس دي ما بتتاثرش بالتردد، انما في معوقه كهربية بتبقى موجودة داخل المحركات، فدي اللي بتتأثر بالتردد. سلام.